وفق مصادر محلية، وفاة مدير مشفى يبرود الوطني بعد إصابته بفيروس كورونا. في تركيا حصيلة المتعافين من فيروس كورونا تتخطى حاجز 185,000. منظمة الصحة العالمية تقر بإمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا عبر الهواء. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار كورونا بدقائق من قناة حلب اليوم الفضائية. كشف موقع صوت العاصمة المحلي عن وفاة مدير مشفى يبرود الوطني أنطون عطا جبلي جراء إصابته بفيروس كورونا، على خلاف ما روجت له المشفى بأنه توفي نتيجة احتشاء عضلة القلب. وقال الموقع إن مدير المشفى ينحدر من بلدة يبرود في القلمون الغربي ويبلغ من العمر 57 عاماً، مشيراً إلى أنه توفي جراء إصابته بالفيروس بعد مخالطته لمصابين في المشفى الوطني. وأضاف الموقع أن امرأة منحدرة من قرية رأس المعرة تبلغ من العمر 65 عاماً توفيت في مشفى يبرود الوطني قبل أيام بعد نقلها إليه جراء إصابتها بفيروس كورونا. وللمزيد انضم إلينا مراسلنا من حماة حذيفة السعيد. مرحبا بك حذيفة. كم بلغ عدد الوفيات جراء كورونا بين الكوادر الطبية في مشافي النظام؟ نعم، حتى اليوم تم تسجيل 4 وفيات من الكوادر الطبية في مشافي سيطرة النظام. 3 وفيات من الكوادر الطبية في العاصمة دمشق، كان آخرها وفاة مدير مستشفى يبرود الوطني، بالإضافة لطبيبين في مستشفيي المجتهد والأسد الجامعي، إضافة إلى طبيب أسنان في مدينة حلب. طبعا لا يزال عدد من الأطباء موجودون في مراكز الحجر الصحي، وحالة أحدهم بحسب مصدر طبي غير رسمي في العاصمة دمشق حالة أحد الأطباء حرجة، إضافة إلى أكثر من 15 ممرضا وممرضة من خالطوا هؤلاء الأطباء المصابين، هم محجورون الآن في مراكز الحجر الصحي في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام. نعم حذيفة، هناك أنباء عن إصابة أحد أعضاء قيادة فرع ريف دمشق لحزب البعث بفيروس كورونا، ما صحة ذلك؟ حقيقة هذه المعلومات لم يتسنى لنا التأكد منها حتى الآن، لكن وبحسب ما يجري على أرض الواقع وبحسب مصادر، فإن أعضاء حزب البعث التابع لحكومة النظام في العاصمة دمشق وريفها يكثفون تحركاتهم في المنطقة بحثا عن الأصوات لانتخابات مجلس الشعب في حكومة النظام، حيث يلتقون بأصناف كثيرة من السكان دون اتخاذ أي إجراءات وقائية. فالأمر في الحقيقة وارد جدا، إصابة أحد أعضاء قيادة فرع ريف دمشق بفيروس كورونا. نعم، هل هناك تطورات جديدة في إحصائيات مصابي فيروس كورونا في مناطق النظام؟ في الحقيقة اليوم اقتربت الإصابات بحسب مصادر طبية غير رسمية من حاجز 2,000 إصابة بحسب مصدر طبي في العاصمة دمشق. وأكد هذا المصدر بأن وزارة الصحة رفضت استقبال بعض المصابين بسبب عدم وجود شواغر لديها في المراكز التي أنشأتها في العاصمة دمشق وريفها. وفي الحقيقة لا يعرف هؤلاء المصابون الذين تم رفضهم ما سيؤول إليه وضعهم بعد إصابتهم بفيروس كورونا وعدم إدخالهم إلى مراكز الحجر الصحي. نعم حذيفة السعيد مراسل حلب اليوم، كنت معنا من حماة، شكرا لك. أعلنت وزارة الصحة في لبنان تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأخيرة الماضية. وقالت الوزارة في رسم بياني نشرته عبر صفحتها الرسمية على تويتر إنها سجلت 14 إصابة محلية وثمانية أخرى بين الوافدين من الخارج، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في لبنان إلى 1,907. وأكدت وزارة الصحة عدم تسجيل أي وفاة جديدة خلال الساعات الأخيرة، ليستقر إجمالي الوفيات بكورونا
عند 36 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في البلاد بلغ 1348 حالة. ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 185,292 حالة، وذلك بعد تسجيل 2297 حالة شفاء جديدة بحسب وزارة الصحة في البلاد. وجاء ذلك وفق معطيات نشرتها وزارة الصحة التركية أوضحت فيها أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 207,897 حالة إثر تشخيص 1053 إصابة جديدة خلال الساعات الأخيرة. وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات في البلاد بلغت 5,260 بعد وفاة 19 شخصا بفيروس كورونا. أثبتت الفحوصات إصابة الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بفيروس كورونا بعد أن ظهرت عليه بعض الأعراض بما فيها ارتفاع درجة الحرارة. وأعلن بولسونارو البالغ من العمر 65 عاماً عن إصابته في مقابلة تلفزيونية يوم أمس، قائلاً إن الحمى التي كان يعاني منها انخفضت وأنه في حالة صحية جيدة جداً. والجدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي قلل مراراً من مخاطر الإصابة بالفيروس، حيث وصفها بإنفلونزا بسيطة، قائلاً إنه لن يتأثر بها بشكل خطير وإنه معارض لعمليات الإغلاق المضرة باقتصاد بلاده. أقرت منظمة الصحة العالمية بوجود أدلة تظهر إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا في الهواء، محذرة من أن انتشار وباء كورونا يتسارع حول العالم. وقالت المسؤولة في المنظمة بينيديتا الجيرانزي إنه لا يمكن استبعاد احتمال انتقال الفيروس عبر الجو في الأماكن العامة والمزدحمة بشكل خاص، ويجب جمع الأدلة وتفسيرها. وأوصت المسؤولة بتهوية الأماكن المغلقة والمحافظة على مسافة التباعد الاجتماعي، إضافة إلى ارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً لممرض عراقي وهو يغني لامرأة مسنة مصابة بفيروس كورونا أغنية أمي للمطرب العراقي سعدون جابر بهدف مواساتها والتخفيف عنها، وسرعان ما تغلبت عليها الدموع تأثراً بالموقف، وما كان من الممرض إلا أن يقترب منها ويقبل رأسها بحنان. الفيديو أحدث تفاعلاً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن ما قام به الممرض لمسة إنسانية يجب أن يتمتع بها كل إنسان. يا خيمة من طيب ووفا جمعتنا بالحب كلها، تعلمنا الصبر منك يا يما، الهوى انت الهوى ومحتاجة شمة، يا أغلى وأعز مخلوق عندي يا ما يا عيوني أمي، سلامة وخير أمي. مشاهدينا أترككم مع آخر إحصائيات مصابي فيروس كورونا حول العالم وفق وزارة الصحة في كل بلد. مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة أخبار كورونا بدقائق، لا تنسوا متابعتنا عبر البث المباشر وصفحتنا على الفيسبوك. أتمنى لكم السلامة جميعا وإلى اللقاء.